Jazakallah khair, Sheikh. ما هي أسباب الوسواس؟ أسباب كثيرة. الأول ضعف التوحيد. الثاني ضعف التمسك بالسنة. الثالث تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء. الرابع أن الموسوس لا ينظر إلا إلى آيات وأحاديث العقاب ولا ينظر إلى أحاديث وآيات الرجاء والرحمة. الموسوس دائما يتصور النار وأغلالها وأصفادها والعقوبات ولا يتصور الجنة وريحها وريحانها. أسباب كثيرة تغلب عنده جانب العقوبة على جانب الرحمة. ولو نظر الموسوس إلى رحمة الله وفضله وأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يعني من النساء من كانت لا تصلي 7 سنين ومنهم من يعني كان لا يحسن الصلاة ومنهم من كان لا يحسن الوضوء ومع ذلك يعني علموا وأرشدوا وصحت صلاتهم وصح الوضوء عندهم. لكن الموسوس دائما ينظر إلى يعني آيات العقوبات وآيات الغضب وآيات العذاب ويغلب جانب الخوف على جانب الرجاء فيقع في الوسواس. نعم. جزاك الله خير يا شيخ.